كل حالة من حالات الاستسقاء لها قصة وحدوتة. ومن أقرب القصص الحالة بتاعت الطفلة هاجر اللي هي جات لنا من اليمن. هاجر بنوتة جميلة جدا وعندها 2 سنة و3 شهور، وكانت ركبت صمام وكان الصمام ماشي كويس. وبعدين حصل بقى حاجة إن الغشاء البريتوني فقد القدرة على امتصاص المية، واحنا شرحنا الكلام ده قبل كده في فيديوهات تانية. فحصل ايه بقى؟ ان الجرح فتح وراح مطلع مية، وبعدين راح طارد الصمام بره. فالزملاء في اليمن مشكورين خدوا الصمام ورجعوه في البطن تاني وقفلوا. مفيش بعدها برضو بفترة راح ايه برضو نفس القصة، لان العيب موجود، العيب في الغشاء البريتوني. راح برضو الجرح فاتح والصمام طالع بره، راحوا مدخلينه تاني وقافلين عليه وكل حاجة علشان ايه. طبعا ما فيش 2 3 أسبوع وبرضه راح ايه الجرح طرد الصمام وطلع بره. هنا بقى الدكاترة الحقيقة يعني واضح ان هم يعني عجزوا بقى عن حل المشكلة، فتوقفوا تماما وفضلت بقى بالأنبوبة بره بتصرف السائل بتاع المخ، بتصرفه على كيس خارجي قعدت بيه لمدة حوالي 3 شهور. طبعا ده إجراء هو طبعا أنقذ حياتها، لأن المية كانت بتخرج لبره، بس كمان عرضها للالتهابات، وده اللي احنا لقيناه بعد كده في العملية. هما مشكورين جم من اليمن مخصوص، وانا فحصت الحاله وكده، وقررنا ان احنا نعمل جراحه ونشيل الصمام خالص ونعمل الجراحه الجديده. المفاجاه اللي انا لقيتها جوه الجراحه ان في التصاقات كبيره وفي التهابات شديده لدرجه ان الحنفيه نفسها ما كانتش باينه اصلا. فالحقيقه ده انا تشائمت جدا من القصه دي، وشكيت ان احنا نقدر نعمل الجراحه، ومع ذلك قلت لاديها فرصه. فقعدنا بالراحة كده ندور على الحنفية لغاية ما قدرنا نحدد مكانها تقريبا، وبدأنا نعمل كي الحنفية على قد ما نقدر يعني على قد الرؤية المتاحة، وبعد طبعا غسيل مكثف عشان نقدر يبقى عندنا رؤية. وبعد ما خلصنا بقى الغسيل وكي الحنفية وكده، سيبناها على الغسيل ده لمدة 2 يومين، وبعدين قسنا الضغط النهاردة، والحمد لله الضغط بتاعها كان 5، والصمام نفسه احنا شلناه خلاص. وكده الطفلة الجميلة هاجر دي هتكمل حياتها إن شاء الله بدون صمام، بعد معاناة كبيرة جدا مع الصمام، وقعدت فترة كان الوضع صعب جدا، أنبوبة خارجة من بطنها وطلع على كيس وماشية بيه، كان وضع في منتهى الخطورة وربنا ستر. فدي من الحالات اللي هي يعني نجاح الكي الحنفية كان محل شك كبير، لأن الحنفية نفسها مش باينة بسبب الالتهاب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا وأكرم أسرتها ومن عليها بالشفاء، والحمد لله خفت، وإن شاء الله ترجع اليمن وتكمل حياتها تاني زي أي طفلة، تلعب وتجري وكل حاجة. ويعني دي من الحالات الغريبة شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم مهم جدا في حياة البنوتة الصغيرة هاجر، صح؟ هاجر من اليمن هاجر من اليمن وعندها مشكلة مع الصمام، مشكلة كبيرة. وهي عندها شهر، كان عندها استسقاء وركبت صمام، وبعدين فضلت ماشيه بيه كويس 1 سنة. خليك معايا. قعدت ماشيه بالصمام 1 سنة، مش كده؟ سنة. بعد 1 سنة بدأت المشاكل. ايه اللي حصل؟ بطنها رفضت الصمام، وبالتالي كان كل شويه الصمام يطلع بره، فيروح الدكتور مدخله جوه. فالموضوع ده اتكرر 3 مرات، كل ما الصمام يدخلوه يروح طالع تاني، يدخلوه يروح طالع تاني. اخر مره بقى الجماعه زهقوا، الزملاء يعني اللي هم في اليمن، سابوه بره بقى خالص، ما مش كل ما يطلعوا يدخلوه يطلع. وده طبعا وضع خطر جدا، لان بيعرض البنت لالتهابات وميكروبات، وفعلا ده حصل. المهم انها فضلت بالصمام بره لمده 3 شهور، يعني ماشيه بانبوبه على بره كده لمده 3 شهور. وبعدين هم جونا علشان نحاول نحل المشكله دي، فقررنا ان احنا نعمل لها جراحه كي الحنفيه على اساس نحاول نتخلص من الصمام. بس المفاجاه جوه الجراحه ان لقينا ان في التصاقات كتير جدا مطرح الالتهابات اللي حصلت، والحنفيه الحقيقه ما كانتش واضحه بصوره كافيه. ومع ذلك احنا اجتهدنا على قد ما نقدر، وحاولنا ان احنا نحرق الحنفيه على قد ما احنا شايفين، وعلى امل ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيها ونخلص. والحمد لله الجراحه تمت على خير، وهي فاقت كويسه وقدامها هي سليمه، وشلنا الصمام خالص، اصبحت دلوقتي بدون صمام، وبدانا نقيس ضغط المخ، والنهارده هنشوف نتيجه الجراحه مع بعض. كالعاده هنقيس ضغط المخ ونعرف منه نتيجه الجراحه. 4 يا باسم. تمام. دي الانبوبه بتاعتنا. تمام.
ده اسمه تعالى تمشي. الميه هنا ده ضغط الميه، يبقى كده ضغط الميه حوالي 4 أو 5، وده الضغط بتاع الطفل الطبيعي. يبقى كده الحمد لله البنت اصبحت من غير سمار. الحمد لله هتعيش من غير سمار ان شاء الله، مش لاقي انبوبه وتكمل حياتها عادي بدون سمار، والحمد لله رب العالمين بعد رحله عذاب. والله عذبنا عذاب يعني، لاني حتى كانت تنام تصحى تبكي، لاني بتقوم من النوم تصحى تبكي يعني غير ارادي. ايوه لو في التهابات، التهابات اللي كانت موجوده دي كانت خطيره يعني. الحمد لله. يبقى الحمد لله كده انتهت الرحله بتاعتكم. لا فضل من الله. الحمد لله. وترجعوا بقى اليمن باذن الله وتكمل حياتها طبيعي باذن الله. الله يبارك فيك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا ستي. مبروك. خلاص. دلع دلع دلع. طيب. شوف دلع. هاجر الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. خدي البالونه بتاعتك اهي. ناخد البالونه بتاعتك ممكن؟ اخد البالونه ممكن اخد البالونه يا بنتي؟ هات البالونه يا ستي، هات البالونه بتاعتك. هو يشيل نشل واو. خلاص تروحي. يلا عشان يلا عشان نروح، يلا عشان نشيل لك العمل. العمل يلا. كل شكرا واحد سلام. كل شكرا يا دكتور. كل شكرا انت. قولي شكرا انت. شكرا 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 بس تمشي. هي بصراحه الدكاتره يعني ساعتين ونص تعذبنا الدكاتره يعني، ابر ضغطات حيويه يعني، اللهم لك الحمد. استوت الان فعلا. الان هي اي دكتور تخاف منه. معلش. وهي شجاعه اللهم لك. معلش معذوره. الحمد لله. خلاص يا هاجر سلامتك. الف سلام. يلا نرجع اليمن بقى. يلا نروح. يلا ترجع اليمن. يلا طيب. يلا حبيبتي. طيب باي 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 باي. ان شاء الله اخر دكتور تشوفيه بقى ان شاء الله. ان شاء الله.